داخل الأراضي السورية نعبر إلى محافظة اللاذقية إلى الجبل، ونحن داخل الأراضي السورية نعبر بإذن الله. بإذن الله واجهنا صعوبات كبيرة قبل بيومين دخولنا للبلادية، لأنه الجمارك التركية والجيش التركي اعتقلنا وصادر هالكاميرا معانا، واليوم حتى قدرنا تمام الساعة الثانية فجرا إلى اللاذقية. يعني مثل ما كنتم شايفين هذا التراب وهذه الحجر إنها لغالية على المسلمين، غالية عليكم يا كل من أبناء أمتنا العربية. هذه التراب السورية تراب لها قدسيتها لأنها جبلت ورويت بدماء الأطفال، والإنسان هون بالساحل مثل شجرة الزيتون عمره مئات السنين، وهو ابن الساحل ابن اللاذقية متجزر بالأرض مثل شجرة الزيتون. يستحيل أي بني آدم، يستحيل أي طاغية، يستحيل أي سفاح أن يقتلع هذا الشجر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لدخول الأراضي السورية برفقة البطل الناشط المعارض سائر الناشف. ها نحن الآن دخلنا بعد معاناة لا يعلم بها إلا الله. ها نحن الآن في المناطق المحررة التي تخضع إلى سيطرة السوار. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الله محيي الجميع. الإضاءة كلها مقطوعة. يعني نشاهد أن هنا توجد أنوار، لكن باعتبار وهذا مسجد، لكن باعتبار أن المنطقة الآن محررة والجيش الحر دخل إليها. بعد أن حرر المنطقة النظام الأسدي المجرم قطع على الكهرباء بالكامل، لذلك كما نشاهد بيوت المواطنين جميعها مقطوعة، الكهرباء مقطوعة بالكامل، هنا ظلمة لا يوجد إلا نجوم السماء والقمر فقط. هذا هو جامع الرحمن. وهنا المجاهدين والثوار المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يعني هنا نحن مع المجاهدين في المسجد بإذن الله، مسجد الرحمن، ويعني سنبقى معهم في كل لحظة وفي كل حين هنا في اللاذقية بإذن الله تعالى. بإذن الله. اللاذقية العرب، اللاذقية الثوار، ولاذقية المجاهدين، ولاذقية المرابطين بإذن الله تعالى. فإلى اللاذقية بإذن الله برفقة هؤلاء الثوار المجاهدين. تكبير. الله أكبر. يعني نحن الآن على طريق وعر برفقة المجاهدين ذاهبين إلى اللاذقية بإذن الله تعالى. حافلة تسير مصر قريب بإذن الله تعالى. نحن هنا في مدينة الحفة في ريف محافظة اللاذقية، وصلنا إلى هذه المدينة الثائرة المحاصرة والمحتلة من قبل قطعان العصابة الأسدية المجرمة بعد جهد مضن وبعد رحلة طويلة معبدة بالأخطار والمصاعب. وكانت هذه الرحلة قد امتدت بنا من جبال التركمان إلى جبال الأكراد، وصولا إلى مدينة الحفة التي تفصل بينها وبين جبل الأكراد 5 قرى علوية يستخدمها نظام العصابة الأسدية المجرمة لهذه القرى 5 كمعاقل وكمراصد وكحواجز
لإطلاق النار ولعمليات القصف الجوي والقصف المدفعي العنيف على قرى وبلدات جبل الأكراد، إضافة على مدينة الحفة التي لا يفصل بينها وبين مدينة جبلة واللاذقية سوى بضعة كيلومترات، ولذلك كله كان وصولنا إلى مدينة الحفة محفوفا بالمخاطر والمصاعب، خاصة وأن مدينة الحفة التي كانت شهدت معركة شرسة وضروسة بين ثوارنا ومجاهدين والعصابة الأسدية المجرمة، تكبدت فيها العصابة خسائر فادحة، لكن العصابة الأسدية المجرمة ارتكبت مجازر في مدينة الحفة، ولا زالت المدينة تئن تحت حصار خانق ووحشي، ونحن نسأل نحمد الله أننا استطعنا الوصول إلى هذه المدينة الجريحة بعزيمة إخواننا من الثوار والمجاهدين الذين رافقونا في هذه الرحلة الطويلة والرحلة الصعبة والقاسية إلى مدينة الحفة. ويسرني ويسعدني هنا أن أرحب بالأخوة الثوار والمجاهدين، كل من عبد الله مطرجي وكذلك أيضا بالأخ المجاهد الذي رافقني طوال هذه الرحلة الصعبة والمضنية في محافظة اللاذقية مصطفى سيجري، وكذلك أيضا بالأخ المجاهد مهند خير، وكذلك أيضا بالأخ المجاهد عبد الكريم حجازي. السلام عليكم جميعا. لو بدأنا من لدنك أخي عبد الله، يعني معركة الحفة التي خطموها خلال الأشهر الماضية كانت معركة قاسية وشرسة، تكبدت فيها العصابة خسائر فادحة، ولكن كان هناك تضليلا وتجهيلا إعلاميا على واقع هذه المدينة وعلى واقع المعركة الشرسة فيها. ما هي آخر أخبار مدينة الحفة المحاصرة المحتلة التي نتواجد على أرضها الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والرحمة على أرواح شهدائنا والشفاء لجرحانا. الحفة مدينة محصورة بين القرى العلوية، ويعني وضع صعب جدا كوضع ميداني ووضع إنساني، فقطعت عنا السبل بشتى الوسائل. طبعا النظام حاربنا ببداية أول فترة بالغذاء والدواء والتغطية الإعلامية، طبعا الانترنت والموبايلات، فحاصرنا مدة 3 شهور أو شهرين، وصار يبعث مندوبين مشان أنه نسلم أنفسنا وبيعفي عننا بشار وعصابته. فأبو سوار الحفة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، فبلشت المعركة بوضع لا يرسى له، يعني جيشوا شيء يعني لا يتصوره عقل، من مدافع، من راجمات صواريخ، من طائرات، من، والحمد لله رب العالمين أثبتنا وجودنا خلال 8 أيام من الحرب الضروس بعد ما صار هالمجازر اللي راح فيها أطفال وراح فيها نساء. فهوني اتخذنا موقف كقادة كتائب أنه ننسحب انسحاب تكتيكي مشان هالأطفال مشان هالناس هاي، لأنه نحن بالحفة بالذات بالحفة غير سوريا كلياتها، لأنه محصورة حصراً من الطائفة العلوية. فانسحبت الناس، وطبعا في بعض الكتائب ضلت بالأرض وموجودة هلأ بالأرض وعم تشتغل بشكل خفيف بس بتكتيك أكبر وأقوى إن شاء الله. وتجهيزاتنا يعني إن شاء الله بإذن الله، يعني نتوعد النظام يعني شيء لا يتوقعه بإذن الله، ونقول له إننا باقون وأنت زائل بإذن الله. أخي أسد، كيف تحدثنا عن الثورة في محافظة اللاذقية عموما وفي مدينة الحفة بخاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكل بيعرف أنه خرجت اللاذقية في مظاهرات عارمة وضخمة جدا بتاريخ 25/3/2011. الحمد لله قطعنا مدة من الزمن في مظاهرات، وحراك ثوري كان قوي والكل بيشهد له، بس طبعا هذا الشيء خلى عنا يكون في حملة اعتقالات واسعة. أغلب شباب الثورة تم اعتقالهم، وفي نسبة كبيرة هجرت، وفي نسبة انتقلت للجبل مشان تنظم أنفسها لعمل مسلح بعد ما فقدنا أي أمل بنظام بشار الأسد أنه ممكن يكون في تغيير بحراك ثوري. أنا من الشباب الحمد لله اللي الله أكرمني فتت مع المعتقل أكثر من مرة. بعد خروجي آخر مرة من المعتقل قررت أنه أتوجه لريف اللاذقية للحفة تحديدا. طبعا دخلت على الحفة، كان الحفة بحاجة لتجهيزات إعلامية وتجهيزات طبية وتجهيزات إغاثية، فاشتغلت عليها والحمد لله برفقة الأبطال السوار اللي هن كمان
ما قصروا، دعمنا بعض لنثبت وجودنا بالحفة. طبعا مثل ما قال أخونا المجاهد، الفترة اللي قعدناها بالحفة كانت هي شهرين وثمانية أيام، ثمانية أيام كانت حرب قوية كبيرة كتير علينا. هذا الشيء اتخذوا قرار المجاهدين بالانسحاب التكتيكي إلى جبل الأكراد أو ما يسمى جبل الأكراد. وهلأ يعني أنا شخصيا مثل ما شفت حضرتك أتنقل ما بين جبل الأكراد وجبل التركمان، وحتى الآن هذه المعاناة العظيمة التي كلفتنا، كان هناك خطر كبير على حياتك أنت شخصيا لدخول منطقة الحفة. وكما ترى واقع الحال، مجاهدين ما زالوا ثابتين بفضل من الله سبحانه وتعالى، إصرار وعزيمة وإرادة كبيرة. يعني هذا يثبت لنظام بشار الأسد، رغم الاعتقالات رغم العدد الكبير الذي قدمناه من الشهداء، إلا أننا ثابتون بفضل الله سبحانه وتعالى بإذن الله. راجمات صواريخ العصابة الأسدية المجرمة، يعني هنا الساعة نجد أن الساعة قد توقفت تماما عند الرابعة إلا تلف، أي عند الثالثة والدقيقة الأربعون وعند الثانية، وقد وقفت الحياة عند هذه الساعة. لاحظوا معي هذه الساعة، قل هو الله أحد الله الصمد، ولكن الساعة عندما تقف تبقى هذه الآية الكريمة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليس كما يقول شبيحة العصابة الأسدية المجرمة بشار أحد والعياذ بالله، إنما الله هو الأحد هو الباقي بإذن الله. وهذه الساعة التي توقفت عقاربها عن الدوران وتوقفت فيها الثواني ستدور بإذن الله تعالى، ستدور عندما تتحرر سوريا، عندما تعود سوريا إلى أهلها وإلى أصحابها الحقيقيين، عندما تزول هذه العصابة الأسدية المجرمة، عندما تزول. ونضع الساعة هنا لأهلها حتى نعود إليها في يوم قريب يجدونها. دمار وخراب كبير، والمرصد الأسدي المجرم الذي يتمركز عليه حطام العصابة الأسدية بأمامنا عند تلة ذلك الجبل، يعني بإمكان أن نرى هذا المرصد الذي قصف هذا البيت، الذي قصف هذا المنزل بكل إجرام بكل وحشية. هذا هو إجرام العصابة الأسدية المجرمة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أسأل الله من هذه العصابة. نشاهد معكم المرصد الذي يتمركز عليه قطعان العصابة الأسدية المجرمة، يتمركزون عليه بكل حقد وغل، ويقصفون منه هذه البيوت وهذه المساكن. حسبنا الله ونعم الوكيل. دمار، دمار بدمار، وخراب بخراب، وعصابة مجرمة لا تعرف الرحمة ولا الشفقة ولا حتى الإنسانية. سكينة منزل، هذه هي القنابل وهذه هي الصواريخ التي تطلقها قطعان العصابة الأسدية على منازل وبيوت المواطنين الأبرياء العزل. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله.
يطلق قطعان العصابة الأسدية المجرمة، يطلقون قنابلهم البرميلية المتفجرة، يطلقونها بكل حقد وبكل غل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. هنا تطلق القذائف، هذه حفرة ناجمة عن قنبلة برميلية متفجرة، تلقيها طائرات العصابة الأسدية المجرمة، تلقيها من طائرات الحقد، من طائرات الإجرام، ألقتها في هذا البستان، في بستان التفاح، لتحدث هذه الحفرة العميقة. ونحن نقف هنا عند هذه الحفرة العميقة التي أحدثتها طائرات العصابة الأسدية المجرمة بقنابيلها البرميلية المتفجرة. نقف عند هذه الحفرة العميقة في إحدى بساتين مصيف سلمة في ريف اللاذقية، ومعنا أحد أصحاب هذه المزرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله. ها نحن نقف أمام هذه الحفرة التي أحدثتها أحد طيران العصابات الأسدية، وهي تقع في 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 قرية سلمة، وأنا صاحب هذا البستان الذي أحدث فيه هذه الحفرة. هل هنا يوجد عصابات مسلحة؟ هل هنا يوجد إرهابيين؟ والله لا يوجد أحد. أين أنتم يا مسلمين من هذا العمل؟ إنه عمل إجرامي، إنه والله لم يحدث في جميع القرون. ما هذا الخراب؟ ما هذا الدمار؟ انظروا يا ضيع العلوي التي تجاورنا، هل هنا عصابات؟ إنه والله هو القاتل وهو المجرم الذي خرب أرضنا وخرب رزقنا وخرب بيوتنا وقتل أولادنا وشرد نساءنا. والله منذ 3 أشهر لم تأتي كهرباء ولا ماء ولا طعام نأكله، فأين نذهب وأين نروح من هذا العمل الإجرامي؟ أين نحن نسكن؟ بيوتنا دمرت وشردنا من بيوتنا، لا يوجد شيء بقى نأكله هنا في سلمة. حسبي الله ونعم الوكيل. ويعني أنتم تتعرضون للقصف، ونحن نستمع الآن إلى أصوات القصف، ماذا تقول عن هذا القصف؟ إنه قصف إجرامي، يحرق الشجر والأرض، ويوجد عندنا جيش نأكل منه ونأكل البيض، فقتل الجيش، لم يرخي عندنا شيء. هذه هي صواريخ العصابة الأسدية المجرمة التي تطلقها على المدنيين وعلى البيوت. هذه هي الصواريخ، إذا شاهدوا معي الصواريخ التي تطلقها العصابة الأسدية على هذه البيوت وهذه المنازل، صواريخ من أنواع متعددة الأسدية. هذه هي الصواريخ التي تهدم بيوت المواطنين، تهدم منازلهم، تهدم كل شيء، تدمر كل شيء. هنا ساحة سلمة العظيمة في ريف اللاذقية، نظام العصابة الأسدية المجرمة يزعم دائما أنه سيطر على هذه الساحة وأنه استحلها وأنه احتلها، ولكن نشاهد معكم أعلام الاستقلال على جدران وعلى شوارع وعلى ساحات ساحة الحرية في مدينة سلمة. هنا المسجد الذي قصفته قطعان العصابة الأسدية المجرمة. نشاهد هذا المسجد الذي كان يدخله المصلون، ولكن قذائف العصابة الأسدية المجرمة نالت من هذا المسجد ما نالت ودمرت منه ما دمرت. هذا هو الدمار. دمار بدمار وخراب بخراب. هذا هو المسجد وهذا هو الدمار الذي ألحقته قطعان العصابة الأسدية المجرمة بهذا المسجد. دمارها يطال المساجد، وهذه هي مساجد الرحمن، تقصف من قبل قطعان
العصابة الأسدية المجرمة، هذه هي مساجد الرحمن، تقصف بكل حقد وبكل غل، تقصف بكل وحشية وبربرية، هذه هي المساجد، هذا هو الدمار، وهذا هو الدمار الكبير في المسجد. هذا هو المشفى الميداني في مدينة سلمة في ريف اللاذقية، نشاهد معكم يعني أسرة للجرحى الذين يصابون بقصف العصابات الأسدية المجرمة، وهنا أدوية يعني علاجات أولية بالحقيقة. هذا المشفى الميداني الذي قام بإنجازه الأحرار والأشراف من الأطباء ومن الممرضين المخلصين لوطنهم الحبيب ولشبابنا الذين يصابون بإجرام العصابة الأسدية المجرمة، يعني هذه هي العلاجات الأولية، مواد طبية ويعني وضع صعب للغاية في هذه المشافي الميدانية التي يعني تكثر في العديد من المدن السورية وكثير من المحافظات. يعني هنا علاجات ليعني إصابات التي يتعرض لها الجرحى في أنحاء متفرقة من جسدهم، وهنا يعني هناك أيضا بعض العلاجات الأولية. على كل حال يعني كل هذه الأمور ربما نتباحثها مع أحد أطباء المشفى الميدانيين الذين يشرفون على هذا المشفى ويتحدثون إلينا دائما، ولكن لابد لنا من الحديث معهم حتى نعلم جيدا ما الذي يجري في المشفى. الآن معنا أحد الأخوة الأطباء في هذا المشفى الميداني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يسلمك دكتور. يعني لو تعطينا نظرة عن هذا المشفى وعن طبيعة العمل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشفى سلمى الميداني، تأسس مشفى سلمى الميداني منذ بدء الهجمات البربرية التي يمارسها جيش النظام على أهلنا المدنيين في هذا القاطع، قاطع من سلمة إلى الحدود التركية. نعم. بدأ هذا المشفى بجهد فردي من الأهالي، تبرعات الأهالي، واشترينا بعض الأسرة ووضعناها في هذه الشقة التي لا تشبه المشفى في الحقيقة، ولكن الواقع الحال فرض نفسه. نعم. ثم شيئا فشيئا بدأ الأخوة من السوريين المغتربين بإرسال بعض الأدوية. نعم. التي نحتاجها، وإن كانت تصل قليلة وعلى قلتها، لكن تخدم بإذن الله الجرحى المصابين الذين يصابون يوميا بسبب القصف العنيف من قوات الأسد الغاشمة. يعني وهل هذه الأدوية تكفي دكتور لأجل تلقي العلاج؟ هناك حالات إصابات متعددة مختلفة، يعني هل كل الحالات التي تأتيكم يتم علاجها أم أنه يتم نقلها إلى خارج سوريا؟ أغلب الحالات يتم نقلها إلى ما وراء الحدود. السبب في ذلك هي شدة الإصابات. نعم. الجيش الأسدي الغاشم المجرم يقصف المدنيين بأسلحة. نعم. تكفي لهدم أكبر الصروح. نعم. يكافح المدنيين والعسكريين من الثوار الأبطال بأسلحة تكفي لهدم بلدان بأكملها. نعم. وآخر ما تكشف عنه هذا الفكر المجرم بهذه القنابل الثقيلة التي تهدم الأبنية من عدة طوابق، يضرب بها المدنيين ويضرب بها الأخوة من الثوار. هذه الإصابات إصابات شديدة تحتاج إلى إمكانيات هائلة. نعم. إلى غرفة عمليات لإجراء عمليات عظمية وخاصة البتور، حيث أن معظم هذه الإصابات يتكشف عنها أو تتسبب بكسور مفتوحة. نعم. وإصابات في البطن والصدر وفي الرأس. مشفى سلمى الميداني على بساطته يعالج كل هؤلاء المرضى. نعم. ويتدخل لوقف النزيف الفعال لديهم وتثبيت كسورهم. والأخوة في مشفى سلمى الميداني الحمد لله لا يقصرون، بيعملوا حالة من الاستابلايزيشن لهذا المريض لغاية لما نرسله إلى مكان أكثر أمنا وفيه من الإمكانيات